عيد الأضحى، العيد الكبير، عيدكم مبارك ومسعود. وباش العيد يبقى كبير لازم نكونوا موجودين ومركزين. كيف كنوجدوا لوازم ديال الذبيحه لازم نوجدوا اكياس قبل من نحر الاضحيه باش نديروا فيها مخلفات ديال الذبيحه ونسدوها مزيان. ومخلفات الذبيحه ما خصناش نلوحوها في القوادس باش ما تخنقش. السيد اللي غادي يسلخ لازم يركز باش البطانه تبقى مزيانه، يعني ما تضرب ما تجرح. اذا لازم ما نحافظوا على البطانه ونديروا كيف كانوا يديروا جدودنا، مباشره من بعد الذبيحه نعزلوا البطانه، نقيوها، نرشوا عليها الملحه ونحطوها في مكان مهوي باش هكذا نتجمع البطانه تكون صالحه في صناعه الجلود وبلادنا تنقص من استيراد الجلد من الخارج. خاصنا نعرفوا بان كل بطانه يمكن توفر عدد سويع ديال العمل. وباش عيد الكبير يبقى كبير عينينا وهذه هي تقاليدنا نحافظوا على بيئتنا.